والتالي السماكة. أحصل على معلومات متعلقة بسماكة الطلاء. إذا كان هناك الكثير من الطلاء ستكون الطائرة ثقيلة جدا، ما سيزيد من استهلاك الوقود وفواتيره في شركة الطيران. 89% من متوسط 90، لا بأس. نجح الجانب التقني من الطلاء الجديد في الفحص. لا يزال راس بحاجة إلى فحص الأجزاء غير المطلية من الطائرة. ما نبحث عنه متعلق بالشريط اللاصق الحامي، فعندما يبدأون بعملية الطلاء سيقومون بإلصاق الشريط بجميع النوافذ، وكان هناك حالات حيث تسرب سائل إزالة الطلاء عبر الشريط الحامي، وهذا يلحق ضرراً بالنوافذ. لا يبحثون فقط عن الضرر الناجم عن مزيل الطلاء. تم رشها أكثر من اللزوم؟ أجل، لو سمحت أطلب من الرجال أن يزيلوا هذا الرش الزائد. حتى مع الإلصاق الدقيق للشريط تسرب بعض الطلاء من خلاله. هناك قليل من الرش الزائد على النافذة كما ترون، وسيأتي الرجال لإزالته في الحال. لن يؤثر هذا على أداء الطائرة، لكنه ليس بالمستوى المتوقع من راس الدقيق في العمل. ولو كنا نتكلم عن مزيل الطلاء بدل الطلاء لكان الأمر قد اختلف. إذا كانت النافذة متضررة فسنضطر إلى استبدالها على الفور، لذا ليس هناك حل وسط يمكن استخدامه عندما يتعلق الأمر بسلامة النافذة. بصرف النظر عن عدد الإصلاحات الصغيرة، روس سعيد بالطائرة، حصلت على إذن بالعودة إلى الخدمة. شاحنة القطر في طريقها، أنجز كل العمل الآن ولا عيوب فيه. أبعدت المنصة وفرغ مخبأ الطائرات وأنجزت المهمة.